أعزائي التلاميذ، أهلاً وسهلاً بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم سيكون بعنوان الواو المادية والواو غير المادية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ولكن أصدقائي، دعونا بداية نتعرف إلى الأهداف التعليمية لهذا الدرس. فهدف التعليمي الأول أن يتعرف التلميذ إلى الواو المادية. أما الهدف التعليمي الثاني أن يتعرف إلى الواو غير المادية. أما ثالثا أن يميز بين الواو المادية والواو غير المادية. فهيا بنا. بداية أصدقائي، حرف الواو هو حرف من الحروف الأبجدية، وهذا هو شكله. شكل الواو في أول الكلمة، مثال على ذلك ولد، أو لدينا هنا وعاء. الواو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، لدينا هنا موز، موز، كيوي، كيوي. والآن أصدقائي، سوف نتحدث عن الأصوات الطويلة والقصيرة لحرف الواو. الأصوات القصيرة: و، و، مثال على ذلك ولد، ولد، و، و، وجوه، وجوه، و، و، وعاء، وعاء، و، موز، موز. الأصوات الطويلة: و، و، مثال على ذلك ألوان، ألوان، و، و، مثال على ذلك طاووس، طاووس، و، و، مثال على ذلك كيوي، كيوي. والآن أصدقائي، بعد أن تحدثنا عن الأصوات الطويلة والقصيرة لحرف الواو، الآن سوف نتحدث عن الواو المادية. مثال على ذلك بومة، بومة، صاروخ، صاروخ، نجوم، نجوم. إذن أصدقائي، جاءت هنا الواو ساكنة وما قبلها مضموم. إذن الواو المادية هي الواو التي نستعملها لجعل الصوت القصير صوتا طويلا ولا تكون من أصل الحرف. والآن سوف ننتقل للحديث عن مفهوم الواو غير المادية. مثال على ذلك ضوء، ضوء، وعاء، وعاء، وردة، وردة. الواو غير المادية يكون عليها واحدة من حركات الصوت القصير: الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون. والآن عزيزي الطالب، أميز بين الواو المادية والواو غير المادية. بداية لنبدأ بقراءة هذه الكلمات: جوز، صاروخ، لوز، أسود، حوض، عيون. الكلمة الأولى: جوز.
أحسنتم، واو غير مادية. صاروخ، أجل، واو مادية. لوز، فكر جيدا ثم أجب. أحسنتم، واو غير مادية. أسود، أسود، أجل، واو مادية. حوض، حوض، أجل، واو غير مادية. الكلمة الأخيرة عيون، فكر جيدا ثم أجب. أحسنتم، واو مادية. والآن أصدقائي انتهى درسنا لهذا اليوم، أرجو منكم القيام بحل ورقة العمل وإرسالها لي. دمتم بخير وإلى اللقاء. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس، الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.